سألت جاهد قلت أنت ليش هيك تصرفت معنا؟ خليتنا ناخذ زكي الحسن ونبعته لمكان ما واعتقلتوه من هنيك، واليوم أفرجته عن زكي الحسن. قال زكي الحسن عنصر بالاستخبارات عند هفال ماهير، وما بصير نعتقل زكي الحسن أو نفصله من الشغل. إذا زكي الحسن أمير من أمراء داعش وهيك حطيتوه بموقع مسؤول، ما بيحق لنا نفصل زكي الحسن أو نحكي معه أو نفصله من الشغل وهو أمير من أمراء داعش، وبنفس الوقت عم تجي تتهمنا بالعمالة لدى النظام. طبعا مو زكي الحسن، أنا كتبت عدة أسماء عم يشتغلوا معك بالإدارة بعلمك أو من دون علمك هالمعلومات هاي. في نور الحامد من القشلة، من ضيعة القشلة، كانت تشتغل عند داعش بمشفى الفرات، ونور الحامد اليوم نائبة بالمجلس التنفيذي. في علي الجميلي قيادي بجند الحرمين أيام الجيش الحر. علي الجميلي لحتى هاي اللحظة بمنبج يفتخر أنه اسمه علي الكيماوي، لأنه كان بجند الحرمين ويدعي أنه قصف مدينة خان العسل بالكيماوي. وعلي الجميلي حاليا مسؤول شؤون الأديان في منبج، وعنده ابن كادر بالجزيرة كمان.